الواحد عندما يريد يظهر الحب كيف يظهر الحب؟ إظهار الحب له مراتب، له مراحل، له مظاهر. تجد في بعض الأفراد هذه الحالة، حالة الإظهار، المخبر دليله المظهر. واحد يجي إلى حرم النبي صلى الله عليه وآله، رزقنا الله وإياكم، يقف يسلم من بعيد، يقرف الزيارة ويروح. هذا دليل على حب ضعيف. واحد يجي عندما تلوح له القبة يبدأ يجهش بالبكاء ويأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله، إذا يخلوا أو إلى حرم الإمام الرضا، يحتضن الضريح، يقبله، يقبل العتبة. هذا الدليل الحب.